الله المرة الجاية بإذن الله. هرب مرة في إطار الاجتماع اللي حضرنا له اليوم، اجتماع كان بين لجنة الإعلام والتواصل والمنابر الإعلامية، هذا تنفيذا للبلاغات لجنة الإعلام والتواصل بتنسيق وتحت إشراف السيد رئيس العصبة لكرة القدم هواة السيد جمال الكعواشي، من أجل تقنين نقل المباريات وإعطاء دفعة وإعطاء القيمة التي تستحق هذه البطولة. وفي إطار المنافسة بين صفحات المنابر الإعلامية نضع دفتر تحملات والتالي كميثاق إعلامي ينظم عملية المقابلات. هذا الدفتر اللي اليوم الحمد لله وقعت عليه أكثر من 10 منابر، اللي نتمناه على أن الجميع ينخرط في هذا دفتر التحملات من أجل تجويد نقل المباريات وتقنينها في إطار ما تصبو إليه العصبة الوطنية لكرة القدم هواة. اليوم الحمد لله كان توافق كبير بين المنابر الإعلامية، كان الجميع متحمس باش يطور هذا المنتوج ويطور كرة القدم هواة، ولما لا نقول على أنه تطوير الكرة الوطنية بصفة عامة. اليوم نتمنوا التوفيق للجميع، نتمنوا التوفيق لجميع المنابر الإعلامية اللي حضرت معنا، نتمنوا على أنها باش تحضر معنا منابر أخرى باش نزيدوا القدام ونزيدوا بهذه الكرة إلى الأمام. اليوم نتمنى لكم التوفيق وشكرا للجميع، وشكرا لجميع المنابر الإعلامية اللي حضرت معنا، نتمنوا التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كيعرف توقيع دفتر تحملات ديال نقل المباريات الهواة مع المنابر الإعلامية. كنبغي نشكروا جميع المنابر الإعلامية اللي عبرت على الاهتمام ديالها والمتابعة ديال الهواة، وهادشي كيف ما كتعرفوا شفناه من خلال المتابعة والنقل ديال المقابلات اللي دازت هاد السنين الأخيرة وعدد الجماهير ديال الهواة. وبالتالي فعصبة الهواة كان من لازم على أنها تضع هاد دفتر التحمل من أجل تقنين هاد النقل هذا، ومن أجل نقل الصورة الحقيقية اللي كتعرفها كرة القدم هواة والمستوى الحقيقي ديال الهواة، باش نحاولوا نحيدوا ديك الصورة النمطية. وبالتالي فهاد المنابر اللي انخرطوا مع عصبة الهواة من خلال هاد دفتر التحملات اللي كيف ما قلنا غادي يساهم في تطوير كرة القدم هواة واللي غيعطي واحد الصورة الحقيقية، كنبغيو نشكرهم. وهذه فهي إضافة نوعية من خلال تطوير كرة القدم اللي غادي تساعد كذلك من أجل أننا نرفعوا من المستوى ديال الهواة من خلال تسويق ديال كرة القدم الهواة، ولا من خلال الملاعب اللي كتمارس فيها الهواة. وبالتالي فعصبة الهواة اليوم فهي تواكب الجامعة في المسار ديالها من خلال التسويق ومن اجل الاشعاع لا على الصعيد الافريقي ولا على الصعيد الدولي لكره القدم المغربيه. والهواة فهي كذلك حاضره. كنشكر جميع المنابر اللي جاوا اليوم ووقعوا هذا الدفتر التحملات اللي من خلاله غنقطعوا الطريق حتى على بعض الممارسات اللي كتستغل في المقابله ديال الهواة. وكنتمنى التوفيق للجميع، وهذه ما الا إيه لبنة تطوير كرة القدم الهواة من خلال المشروع اللي حاط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من اجل تطوير كرة القدم بصفة عامة. شكرا لجميع المنابر الحاضرة اليوم في هذا اليوم ديال ولادة اتفاقية ديال الشراكة مع مجموعة من المنابر بين العصبة الوطنية لكرة القدم الهواة والمنابر المهتمة بنقل مباريات الهواة. أكثر من 10 اتفاقيات تم توقيعها اليوم وفق دفتر تحملات يحمي المهنة، يحمي صاحب الميكروفون، يحمي ناقل المنتوج، ويحمي كذلك حقوق العصبة الوطنية لكرة القدم هواة. أكيد أن لجنة الإعلام اشتغلت لأكثر من سنتين على البلوغ هذا اليوم في لقاءات متعددة بحضور الأعضاء، بحضور رئيس العصبة، بحضور نواب رئيس العصبة، بحضور أعضاء المكتب المديري.
بعد ما كان النقل يعني مؤقتا، فالعصبة الآن خرجت من المؤقت إلى الرسمي لنقل مقابلات، ولكن للمنابر التي أبدت استعدادها وتقدمت بطلب إلى العصبة وتم يعني السماح لهم وفق دفتر تحملات وبوثائق تبين مدى مهنية هؤلاء الصحفيين وكذلك هذه المنابر. على أين اليوم كان يوما ختاميا لمجموعة من اللقاءات ومجموعة من المشاورات من أجل إخراج هذا المولود في يعني في صورة جيدة بدون يعني خلل. واليوم تم الاتفاق بعد مناقشة واقتراحات الزملاء الإعلاميين ليكون الرابح الأول هو كرة قدم هواة من خلال نقل احترافي مهني مقنن بطبيعة الحال، وبالتالي فهنيئا للجميع لا المنابر الإعلامية ولا للعصبة الوطنية وتحت إشراف بطبيعة الحال الجامعة الملكية، لأن الإشراف كان مباشرا من رئيس الجامعة الذي أبدى يعني موافقته على هذا المشروع. وهناك أمور أخرى تهم لجنة الإعلام بما فيها نقل المباريات على الصفحة الرسمية للعصبة وكذلك في قناة اليوتيوب، وأمور أخرى تهم الإشعاع والإشعاع ثم الإشعاع لمنظومة الهوات. شكرا لكم. أولا تحية لجميع الإخوة في المنابر الإعلامية، فاليوم كما حضرنا كاملين في هذا الاجتماع لمنظومة العصبة الوطنية للهوات، وكان الهدف والغرض منا أننا نوقع على دفتر ديال تحملات لنقل المباريات ديال القسم الهوات جميع الأقسام ديالها من القسم الوطني إلى الأقسام الأولى والثانية. فمبادرة يشكرون عليها اللجنة الإعلامية داخل هذه العصبة هذه، وكتجي دائما في إطار التطوير والإشاعة اللي عرفته والنهضة اللي عرفته والإقلاع اللي عرفوا كرة القدم بالمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة اللي كان وضع الخريطة في 2008 من خلال الرسالة ديال الصخيرات. الآن كنجنيو النتائج الحمد لله. كذلك ما نساوش المجهودات اللي كيقوم بها السي فوجي رجع كذلك في إطار تطوير هاد كرة القدم بالمغرب. شلنا جميع المنتخبات الحمد لله بما فيها منتخب كرة القدم داخل الصالة في التتويجات، في يعني وصلنا إلى العالمية باش تكون ضمن أربعة ديال الدول الأولى في كرة القدم، راه ما سهلاش. هذا كيجي أكيد من بعد مجهودات، ومن هذه المجهودات اليوم اللي كنشوفوا ديال عصبة ديال الهوات اللي أكيد أنها كذلك كتمشي في نفس المسار اللي رسمته الجامعة الوطنية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.